كل الأمور بتقول قدامك في موت وفي هلاك وفي بلاوي جاية من وراء القصة دي، وفيها تنكر مسيحك، وفيها هتسيب بيتك وهتسيب مسيحك، وانت مش دريان بنفسك، دايس ليه؟ الشهوة أعمت عينيك. روح الزنا، الكتاب يقول عن روح الزنا قد أضلهم. بص شمشون رجل الله، ها ماذا يفعل ليك يا شمشون لإزلالك؟ بص يقول لها ايه، قعد اديها ثلاث مرات حاجات كذب. مرة يقول لها اسكوني بأوطار طرية، مرة يقول لها اسكوني بحبال جديدة، مرة يقول لها إذا ضفرت سبعة خصل ما رأسي مش عارف ايه. في الآخر لما زهق من الإلحاح، وهنا نخش نقطة نفتح على حتة تانية، ايه ده بقى؟ فتح، هو فاتح الباب للخطية، هو فاتح الباب للنجاة، هو فاتح الباب لأنه يسلم نفسه. ففي الآخر استسلم تماما. عشان كده في حتة الأرنب بتاعت أمثال، يا ابني يا ابني اقتني الحكمة. الحكمة القدرة على التمييز ما بين الشر والخير، القدرة على التمييز من الطريق ده أخرته إيه، والعلاقة دي أخرتها إيه، والمسج دي أخرتها إيه. القدرة على ده اسمه حكمة من فوق، حكمة تقول لك وقف، اقفل، امنع، اهرب، اهرب لحياتك ولا تقف في كل الدائرة. بس شمشون فتح الباب ومستلز وشايف هجوم الفلسطيني عليه، وخلي بالكو محسش حاجة تخض. شمشون الرجل الجبار اللي موت 1000 فلسطيني بفك حصان حمار، اللي لما حصروه في المدينة خرج شال الباب وشاله على كتفه ومشي بيه. شمشون ما لقطش، بص الخطورة، بص خطورة الشهوة ازاي تعمي، ما لقطش ان الفلسطيني عليه عايزين يموتوه. قاموا عليه 3 مرات وكان لسه بقوته ولسه ما لقطش. بس في خطورة ان الخطية بتعمي، ان الشهوة بتخليك اعمى يا عيني. ما انت شايف الحقائق، كل الامور بتقول قدامك في موت وفي هلاك وفي بلاوي جاية من ورا القصة دي، وفيها تنكر مسيحك، وفيها هتسيب بيتك وهتسيب مسيحك، وانت مش دريان بنفسك، دايس ليه؟ الشهوة أعمت عينيك. روح الزنا، الكتاب يقول عن روح الزنا قد أضلهم. ده روح شرير بيملك في الناس اللي بتسلم أعضائها للنجاسة ولم تقاوم. روح الزنا أضلهم، أغواهم، خلهم مش شايفين. شمشون حصل فيه كده، اتعمى، مش شايف ان اللي هم عايزين يموتوه. وكانت النتيجة إن عينه اتقلعت بجد بجد، قلعوا عينيه. يا رجل الله، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ يقولوا كده يعني حوار تخيلي. شمشون نازل للسجن، قابل يوسف طالع عشان يكون الرجل التاني على مصر. قال له يا شمشون راح فين؟ قال له أنا اخترعت الحب من أول نظرة، فقلعوا عيناي ونازل أطحن في بيت السجن. وانت يوسف راح فين؟ قال له أنا حفظت نفسي قديسا، فخرج من السجن راح أجلس الرجل الثاني على عرش مصر. واو واو، للقداسة نتيجة وللنجاسة نتيجة. والحكيم يفهم، يفهم ويهرب ويخلي باله. رأيت شابا بين الجهال، يا جاهل، ده صوت الله، يا جاهل بتعمل ايه؟ بتلعب بالنار، بتلعب بالخطيه، هي مره واحده بس. يا ما انتش فاهم، ما بتبقاش مره، خبره الشر خطيره بتطبع في الاعضاء، ما بتعرفش تخلص منها، قدامك صراعات، مش مره. اهرب من خبره الشر، اهرب وما تبقاش زي شمشون عينك تعمى وتتقلع. ويخذوه الفلسطينيين ونزلوا به الى غزه، الكتاب بيقول كده، نزول، وقيدوه بقيود نحاس، وكان يطحن في بيت السجن مكان الطور. حاجه مؤسفه جدا، نتيجه مزريه جدا جدا.
مرار. زي ما بقول لكم ما فيش حد قعدت معاه وعاش على راحته غير وقعد تعبان وبيعيط او يكلمني وبقى بيعيط بيعيط بيعيط، ولد ولا بنت، لان مرار الخطيه، مرار خطيه خاطئه جدا. وربنا بيقول لنا بلاش الخطيه عشان بيحبنا، مش عايز يتحكم فينا، عشان بيحبنا بجد وعايزنا احرار انقياء اقوياء ناجحين متبركين فرحانين. وزي ما روح الله كان بيحرك شمشون ما بين صرعة وأشتاؤول، دفن شمشون ميتا بين صرعة وأشتاؤول. نيجي للحل. يوجد إله ينادي، يوجد إله حي يستطيع أن يخلص، يوجد إله جبار. يسوعنا مسيحنا حبيبنا بيحبك يلي في عمق الخطية، بيحبك يلي تورطت في عمق أعماق النجاسة، لسه بيحبك ودعيك للتوبة. ولن ييأس ولن يكل ولن يهدأ لحد ما تصدق حبه وتسلم ليه ويعمل أعماله فيك.